اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخنا ومطبخكم مطبخ رؤيا. وهلا انضمت لنا يعني دكتوره ربا مشربش لانه اليوم شف نضال عامل شيء كثير صحي، فحابب يورجي دكتوره ربا قد ايه وكل اطباقه صحيه وحتى السمك اللي عمله صحي. هذا صحي 100% صحي 100%. طيب ايش صحي؟ واحنا دائما لازم نشجع على تناول الاسماك، دائما بنحكي بروتينات نباتيه واسماك على القليله مره بالاسبوع يعطيك العافيه. صح. الريحه بتشهي. اه والله. وعاده عن جد لما الواحد يعمل سمك بالبيت لازم تفيح الريحه مره، لازم. بس هون ريحه مش يعني مش عاديه، مش انه قويه او انه محببه، بدك تنظف وراها وريحه هيك. ايوه. سلطه الدجاج المشوي بتكفي لاربع اشخاص، احنا دائما بنحط الكميات عشان الكالوريز. عندنا رح نستخدم 2 صدر دجاج مشوي، كوبين خس ايسبرغ مقطع، نص كوب فلفل احمر مقطع، بصله مفرومه، ربع كوب لبن، وعندنا ربع كوب مايونيز لايت، معلقة خردل، ربع كوب لوز محمص، نص كوب خبز توست محمص، ملح وفلفل. يا سلام. طيب كتير على فكرة هاي الوصفة بتزبط للكيتو. يا سلام. بتزبط للكيتو للناس اللي بيعملوا كيتو. ممتاز. انت قد ايه بتاخدي معلقة صغيرة؟ لا خفيفة، انا ما بحبها كتير. واحدة يعني صغيرة. خفيف يعني. وبسم الله. خفف كمان. وبسم الله. تمام. هاي المايونيز بنضيفه هون مباشرة. لايت بنضيف طبعا. بنضيف الخردل. بنضيف الآن حبايبنا اللبن. وكمان راح أضيف البصل الناعم، وأكيد راح أضبط هالسلطة بالملح. هاي لربا. والفلفل الأسود. شيف نضال احط لك اياها هون، مركز بالوصفة. يسلم دياتك. شكرا شكرا. احط لك اياها هون. شكرا. اللايت. الله يسعد قلبك يا ابو سام. هاي دريسنج هون صار جاهز. تمام. الان حبايبنا ما تبقى من المواد، انا عندي هون صدرين دجاج مسلوقين مشويين. اوكي. طبعا اضفت عليهم بس ملح وفلفل وزيت، ما فيش خفيف. مقلاة غير لاصقه على السريع. واحد اثنين يعطيك العافيه. طيب يطلعوا. يا سلام. حبه زيت ما في، طلعي. تمام. ما خلص احنا حطينا مايونيز لايت وهيك خلص بكفي، ما فيش داعي. تمام. ايوه. الفلفل الاحمر حيعطيني لون ويعطيني جماليه وفيتامين سي. بسكوت. مش بسكوت. هلا اذا حطينا الخبز بتبطل للكيتو، اذا شلنا الخبز بتزبط للكيتو. اعتبروها من دون خبز. لا يعني انه للي بيعمل هيك وهيك، لانه دائما بيقولوا لي ابعثي لنا وصفات خيارات يعني، فهذا خيار. هذا اذا بيشيلوا الخبز. بنضيف الان خس ايسبرغ. خس الايسبرغ هي زي الكول سلو تقريبا، مش كول سلو، زي السيزر تشبهها شوي. تشبهها بس ما فيش فيها ديك فلفل احمر. لا طبعا، بس انه هي الخس مع الدجاج كثير المعالق. ضل عندي اللوز راح اضيفه في اخر مرحله. أوه. من مراحل التقديم. وهيك سلطتنا صارت جاهزه ومرتبه. طيب. بس خلطوها منيح. شايفه على ما تحرك بدنا ندوق ربا. يلا ربا. الفاتوره فاتوره صحيح فاتوره. بنطلع الفاتوره. استني يوم نروحها بس تقولنا ربا رايها. الحصه الغذائيه لو سمحتوا. الحصه الغذائيه حتخربوا لنا الدايت. لا بس طيب خلص خلطه. اكيد انا راح اكل اكيد. راح نحكي عن حبتين يرزاكي. يلا راح نحكي عن السعرات الحراريه الموجوده بهاي الوصفه. بهاي الوصفة الكمية طبعا بتكفي لأربع أشخاص، 400 سعرة حرارية طبعا، هاي لأنها تعتبر وجبة غداء متكاملة، 27 جرام نشويات، 19 جرام من البروتين، برضو فيها كمية عالية من البروتين، 3 جرام ألياف، 25 جرام دهون، تعتبر مصدر جيد لفيتامين A وجيم اللي جاي أكيد من الفلفل الأحمر، وكمان الحديد اللي جاي من الدجاج. إذا حابين ناخدها كطبق مثلاً أبيتايزر قبل الوجبة الأساسية أكيد نخفف من الكمية، فأكيد بتخف السعرات الحرارية، بس لأنه فيها بروتين ف تعتبر وجبة متكاملة مشبعة على فكرة. مشبعة جداً. رأيك بالبسكوت؟ يلا ها بصير أغمسها زي الصغار. عن جد زاكي. اسمعوا يعني ما بدي أشهيكم كل اللي بيحضرونا. طيب. كتير زاكي هذا مع هذا، يعني هذول التنين مع بعض شاف. بس عبد الله يجي عندي. أحلى. معك أنا معك. الباستا سيدي. الباستا وين الباستا يا معلم؟ طبعا احنا صحيا عم نشرب ديسبوزابل اليوم روبي. كرتون. ضيفناكي بكرتون. لا طبعا بس يعني هلا يفضل بهاي الايام الواحد يضل على هاي الاشياء اساسا. هدول التنين قهوه كارفور هاي بتشهي، ومعها هذا الاشي كثير 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 زاكي شف.
احمد ربك لسه بحتاج نشرب قهوه. لا هو عم بتبارك ليش تكليش اكلت دقت عادي هالمره يعني عشانك بعدك عشان ضيف امل بس اروح اعملي زي سمير في اموله طلعني من هون بدي اشرب مع اموله انا وياها يلا راح تاكلي مع كل ضيف كل ضيف بيجي خرب الدايت الان بدي اضيف اللوز مصر احلى منظرها كيف عملنا هالسلطه الفخمه انا والدكتوره ربا اول شيء عملنا الدريسنج المكون من اللبن والمايونيز مع الخردل والملح والفلفل خلطناهم مع بعض صاروا جاهزين اضفنا دجاج مشوي صدر دجاج مشوي مع الفلفل الاحمر والخس الاسبيغ المقطع خلطناهم مع بعض اضفنا الخبز المحمص ومن ثم كمان اضفنا اللوز عند التقديم وطبعا تعد وجبه رئيسيه تمام شيف يعطيك العافية أول الله ثانيا إحنا ما ضيفناك يلا يلا عشان الدقنة بسم الله الرحمن زاكي. الرحيم يسلم هالديات كتير رح تحبه كتير رح تحبه بسم الله زاكي شو رأيك شيف ولا طيبة زاكي طيبة طيبة معها قهوة شوف ما أسكتينين مع بعض هاي قهوتك جنبك حطت لك إياها يسلم هالدياتك طبعا هذه المنتجات كلها بتلاقوها بكارفور وزي ما انتم شايفين هي منتج طيب. اصلا لكارفور يعني هي باسم كارفور عشان هيك بتلاقوا جوده عاليه وبنفس الوقت سعر مناسب جدا 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 فهذا مع قهوه كارفور اللي اليوم نحن شربناها هدول التنين كثير زاكين بنصحكم فيهم وبشده طعم القهوه كثير زاكي طعم البسكوت كثير كثير زاكي هلا بنضيفكم ما تخافوا بتطلعوا علي انتم طبعا هلا بضيفكم عبد الله هلا بعت لك كمان على الجاليري ولا يهمك هلا فنجان قهوه والبسكوت شيف شو الوضع عندك؟ وضع تمام شو ظل التسجيل؟ جاهزة كالعادة بدنا نزين بشوية ريحان يا سلام يا سلام وهيك احنا صارت سلطتنا جاهزة هذا برعاية. محمص طبعا محمص برعاية نوع من انواع القرمشة للسلطة بعطيها البروتين الطيب بزبط للكيتو صح كمان؟ إذا شلنا الخبز بدنا نشيل الخبز خلص يا عمي شيلوا الخبز يا عمي شيلوا الخبز شيلوا كمية بسيطة لا يعني دكتورة ما منزعلك لا 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 ما منزعلك دكتورة هم لأنه ناس بيقولوا لي بدنا وصفات لكذا كذا فاحنا أعطينا التو أوبشن احنا جاهزين كل الخيارات 100% أحلى فقرة يوم الثلاثة 100% طيب عندك يا شيف يوم الثلاثة يوم مميز عن جد شيف أنا أقول لك إياها وعندك بده هسا المخرج يطلع منها هيك تعليمات هاي تعليمات يا عبد الله خليفه ربا مشرف صح يا عبد الله حبيبي شكرا كثير اهلا وسهلا على المعلومات الرائعه وشكرا انك شاركتينا القهوه اليوم ودقتي معنا البسكوت يعني الطيب البسكوت الزاكي وزي ما حكينا اللي بيميزه هو انه ما فيه مواد اللي هي ما فيها دهون مهدرجه خالي من زيت النخيل خالي من الدهون المتحوله خالي من الدهون المهدرجه وخالي من المواد الحافظه وهي الاشياء اللي بنحب نختارها دائما لاولادنا او لنا حتى لما بدنا نتناولها شيف نضال يلا فاصل جاهزين نقول لربا باي باي يلا باي 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 باي, باي ربا بتعملوا شيء من وراي لا 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 يا هلا يا هلا اهلا فيك حبيبي